تعودنا وتبينا على الأساس على الطابون وأكل الطابون وخبز الطابون، فإحنا هذه بتظل المتوارثة فينا، ومهما غابت بنعود نحن إلها وبنرجع لها. فرحمة أمي كانت هي اللي تسوي الطوابين وأنا تعلمت منها، وإحنا إذا أجت في بالي الفكرة هذه إني أسوي الطوابين، فأنا ما بعرفش يعني كأني أنا ضربت على الوجع. كل الناس يعني صاروا رجعوا مرة واحدة يعني على الطابون وخبز الطابون واللي بنسوي في الطابون من مشاوي من صواني من كل إشي ملتوتة، يعني الناس بتحن للملتوتة الزيت وإشي يعني بيجنن يعني. فأنا ضربت الناس على الوجع بتقول صحة الهمية يعني. فالحمد لله يعني في إقبال على الطوابين وفي حنين للطوابين وفي حنين للماضي، والإنسان اللي بلا ماضي يعني ما إلش تاريخ أصلاً، يعني اللي ما إله ماضي ما إله تاريخ ولا مستقبل ولا إشي. هذه الطينة اللي بنسوي منها الطوابين هاي اسمها كلالة، في ناس بسووها بسموها حوار، هي لا مش حوار، الحوار ما بشد. هاي بيكون فيها خطوط، هاي صفرة وبيكون فيها خطوط خضر أو عزراك، أو هذه الطينة الأصلية المضبوطة. هذه بنجيبها احنا عنا في البلد في موقع بكلولة في البلدة القديمة الإسكانات، في بيكون حفريات هناك وشي، فبتطلع هاي مع الحفريات والبواكر والشغل عشان البناء. فأنا بروح وبجيبها وبجيب كمية عندي بحطها في على أساس إني أستعملها. فالحين هاي الطينة طبعا بننكعها يوم كامل من المغرب مثلا للصبح أو للظهر للعصر، مش مشكلة، المهم تكون تحللت. وبعدين بنصير النك فيها من السرار من احجار من اي اشي حتى تكون سلسة، واحنا نشتغل فيها ونعجن فيها بننقيها من كل اشي.